السلام عليكم سيداتي، مرحبا بكم في القناه ديالي دليس ام اليان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد الولي بالدجاج اللي سهل جدا، وغادي يكون بواحد الحشوه اللي لذيذه بزاف. خليكم معايا باش تكتشفوا المقادير وتشوفوا طريقه التحضير. معكم على بركه الله بالمقادير ان شاء الله. الوغ هاد الغولي ان شاء الله غادي نديروه بالدجاج مطحون، يعني صدر الدجاج كطحنوه. انا ديجا كان عندي مطحون، طحنت واحد الكميه كبيره ودرتها في الكونجيلاتور، دونك جبت واحد شويه. وغادي نعمرو هاد الكفته ديال الدجاج انا عندي لاشاركيتري اللي هي لادان فومي، وانتم تقدروا تعوضوا هاد لادان فومي. كاين بزاف اللي ما كتعجبوش لاشاركيتري، مثلا تقدروا ديروا سوسيس حتى هو كيجي زوين، اولا اللي بغيتو. وغادي ندير فوق الفرماج، والفرماج اختياري بيان سور. وغادي نحتاج واحد الكميه صغيره ديال الزيتون الاخضر، وعندي بياض البيض وحده، وشويه ديال الزعتره طريه، وعندي واحد البصله متوسطه اللي شحرتها مع مليحه. شحروها مزيان لانها كتعطي واحد البنه غزاله في هذا لو غولي. وعندي لا شابلور واحد الكميه، تقدروا ديروا غير الخبز كتيبسوه وكدكوه، ولا الا عندكم لا شابلور كديروها. وبالنسبه للتوابل كما قلت لكم، عندي زعتره طريه وسكينجبير وفلفل اسود والملح بيان سور. ودابا خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. غادي نبداو بطريقه التحضير على بركه الله. كما كتشوفوا انا كنجيب واحد الطحانه، واللي عندها صدر دجاج تقدر تقطعو الى مربعات وكديروا ديريكتومون في الطحانه. انا غير باش نولي نطحن ديك البصله والتوابل، يعني ضروري كيتطحنوا مع الدجاج. صافي كنبدا بالدجاج، ندير ديك الكميه اللي عندي، ومن بعد كنضيف اللي باقي لي البيضه، بياض البيض والبصل ولا شابلور والثومه كنحكها، وبيان سور التوابل اللي هي زعتره، فلفل اسود وسكينجبير وشويه مليحه. صافي، من بعد ما كنكمل الطحين ديال الكفته ديالي هذوك التوابل والبصيله، انا كنجيب واحد يعني ضروري يكون عندكم هاد لو بابي اللي كيمشي في الفرن اللي غادي يعاونكم باش ديروا ان غولي ديال الدجاج. انا درت واحد شويه ديال الزيت، كندهن على هكا. ودابا غادي ندوز الدجاج ديالي. ما دهنت لاطا ديالي بالزيت، صافي حطيت الدجاج باش نشكلو الى مربع، يعني على شكل مول اللي عندي. سواء كتستعملوا هذاك لاسباتول اولا غير بيديكم احسن، كتشكلو كيف ما بغيتو. صافي وكنسرحها الى مربع، ومن بعد كنديروا الحشوه. غادي تشوفوا معايا صافي ساليت الدجاج ديالي ولا على شكل مربع. دابا غادي ندوزو باش نديرو الحشوه ديالنا. كما قلت لكم لكم الاختيار في الحشوه، سواء كتستعملوا لي سوسيس اولا اللي بغيتو اولا غير الفلفل. الا ديروا غير الفلفل اخضر واحمر كيجي زوين مع هاد الدجاج كيواتيه، يعني لكم الاختيار وداكشي اللي متواجد عندكم. كما كتشوفوا انا درت لا شاركوتري، شويه ديال الفرماج والزيتون واحد الكميه صغيره. صافي وكنبدا كنلوي الاولي. صافي وانا بديت بالطريقه ديال باش نلوي الغولي. كما كتشوفوا طريقه سهله جدا، وهذاك الورق ديال الطبخ كيسهل علينا بزاف
باش نشكلوه الغولي الانغولي، وكنعاود من الجهه الاخرى، وكان ندور حتى نحصل على واحد الشكل بحال هكا. طريقه سهله جدا، وكنحاول نزيد كنسدو من الجناب وكنلويهم باش ما كيتحلش هذا الورق. ضروري انه يطيب في الورق ديال هاد الورق اللي درتو فيه ديال الفرن. ودابا غادي نخليه في الثلاجة واحد لمدة 15 دقيقة ولا 20 دقيقة. الا كان عندكم الوقت تقدروا تخليوه ليلة كاملة لانه كيجي احسن. الا ما عندكمش الوقت ماشي مشكل، وغادي نطيبو في الفرن على حرارة 200 درجة عفوا، كتكون واحد الحرارة مرتفعة لمدة 30 دقيقة. خليكم معايا باش تشوفوا النتيجة. بالنسبة لهاد الوصفة سيداتي، انا ديما كندير معاها واحد لاصوص اللي ديجا حضرتها معاكم من حضرت لكم التاكوس، يعني واحد لاصوص ديال المنزل ساهلة ماهلة وعارفين شنو كتاكلو. راه الوصفة اللي تلقاوها غادي نحضرها معاكم، ولا بغيتو تشوفو فريمون اون ديتاي والتنسيمه اللي كندير لها تلقاوها في الوصفه ديال التاكوس. غادي نحاول باش نخليها لكم في صندوق الوصف تلقاوها لتحت. الو غادي نحتاج واحد البيضه، عندي كاس ديال الزيت زيت المائده، وعندي قبيصه ديال الملح، مثلث فرماج مثلث لافاش كيغين، وعندي معلقه كبيره ديال الخل، ملعقه كبيره صافي. دابا غادي بيان سور غادي نحتاجو التراب باش نطلعو لاصوص. غادي نبدا على بركة الله. كندير الزيت كما شفتو، انا عندي كاس ديال الشاي ولا كاس لمبة، نزيد عليها البيضة، قماش كندير وحدة، قبيصة ديال الملح، ملعقة كبيرة ديال الخل، ودابا غادي نبدا نطلع لاصوص ديالي. كيف ما كتشوفوا كنقسم لاصوص ديالي باش نقسمها، يعني وحده غادي نقسمها بمعلقه ديال الهريسه معلقه صغيره، وواحده غادي نقسمها بشويه ديال بودره الثوم والمعدنوس. هاد لاصوص كتجي زوينه مع البطاطا اللي كتكون في الفران او لا بوتيتوس. انا من بعد ما كنسلق البطاطا كنقسمها، كندير لها دوك الاعشاب والتوابل صافي، وكنديرها في الفرن طيب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغولة ديالي. كما كتشوفوا خليته يحمر مزيان في الفرن، ومن كتقسموه هذاك لو فرماج كيكون دايب، وداك فريمون المذاق ديالو روعه روعه لذيذ جدا. نتمنى انكم تجربوه، هاد الغولة سهل جدا. كيف ما شفتوا انا درت مع واحد لاسوب بالخضر اللي كتجي صحيه، والبطاطا اللي من بعد ما سلقتها درتها في الفرن نسمتها بيان سور، ولاصوص اللي وجدتها معكم. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك. كنقول لكم مره جايه ان شاء الله. مع السلامه.